طيب دويتش فيلا شايفه بقى انه عام 2013 شهد تغييرات سياسيه كبيره للغايه في منطقه الشرق الاوسط سواء في مصر او في ليبيا وسوريا، وبتتنبأ ان سنه 2014 هيكون عام الحسم. طب هل هيكون عام الحسم ولا هيكون عام الاستقرار، يعني تستقر الانظمه في الشرق الاوسط؟ يمكن الدويتش فيلا الالمانيه تسير على نفس المنهج، انها ترى ان هناك نهايات مفتوحه ايضا، لكنها بشكل عام بترى انه الاخوان هم الخاسر الاكبر فيما حدث في 2013. محدش قادر يقفل النهايه دي، محدش قادر يقدم زي ما نقول كده النهايه الدراميه السعيده لمشاكل الشرق الاوسط في التقارير دي كلها. هو يمكن واحد من اهم هذه الاسباب انه طبيعه التحالفات السياسيه التي ظهرت بعد الربيع العربي، هناك تحالفات قائمة وتحالفات انتهت، وهناك ايديولوجيات ظهرت وايديولوجيات بتنتهي. هناك اهتمام كبير بالجانب الايديولوجي ايضا، يعني في اغلب التحليلات الغربية بتنظر الى مثلا قوى الاسلام السياسي، هنشوف بعد كده يمكن في عروض تانية هتشوف انه قوى الاسلام السياسي بتمثل حجر زاوية في مستقبل المنطقة، وانه ما حدث في مصر في 2013 وما حدث في تونس وتعثر المشروع أردوغان في تركيا، هذه كلها سوف تترك أثر كبير في 2014. دويتش فيلا اتكلمت عن سوريا، قالت ايه اللي متوقع او كيف من الممكن ان تنتهي الأزمة في سوريا في 2014؟ شايفة انه عملية الإصرار على ملاحقة الأسد قد انتهت، وأنه هناك عهد جديد في سوريا، ربما تكون فيه هناك محاولة التئام للدولة السورية حتى لا تنهار، لأنها لو انهارت الدول الغربية بترى بشكل عام أنه البديل لها سيكون هو جماعات الإرهاب وجماعات وتنظيمات القاعدة التي أصبحت نتيجة يعني حالة من الغباء في السياسات الغربية وفي وتدخلات من بعض الدول التي تملك أموال في المنطقة، أدت إلى حالة أقرب إلى الدولة على شفا الانهيار في سوريا. اختفت نبرة ان يجب ان يرحل الاسد في ترتيبات جنيف 2، يعني ما قلناش بنسمع ده في تصريحات المسؤولين الامريكيين، ولا لسه هم بيقولوها ولكن لا يقصدوها بشكل عملي على الارض؟ انا اعتقد الاتصالات الاخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا مع القوى الائتلاف السوري المعارض اوضحت بشكل يعني كبير أن هناك اقتراب للتعامل مع الأمر الواقع في سوريا. التصريحات الأخيرة في اليومين الأخيرين للقيادات منهم أحمد الجربة وآخرين بيروا أنه ما يطرح على مائدة جنيف 2 يجب أن تكون حكومة انتقالية، لكنهم لم يعد هناك إصرار كبير على مسألة الإطاحة بالأسد، لأنهم يعلموا أنه أمر غير واقعي بالمرة، ويعلموا أنه هناك قوة تقف وراء الأسد ولن يستطيعوا إزاحتها عن المشهد، خاصة دول أصبحت تملك رصيد كبير في المعادلة، روسيا وإيران. إيران أصبحت قوية بعد أن فتحت الباب أمام اتصالاتها مع الدول الكبرى في العالم، بالتالي السيناريو السوري يمكن أن يبقى على ما هو عليه، وفي هذا خسارة للشعب السوري كبيرة نتيجة أنه القتل اليومي والنزوح اليومي للمئات الآلاف من السوريين، وخسارة الأنظمة العربية كثيرة نهضت الأسد بعد ثورة الشعب السوري. بالقطع هناك أنظمة في وضع لا تحسد عليه نتيجة هذا الموقف، ونتيجة أنها قفزت على النتائج وقامت بتسليح قوات أو بتسليح أطراف ما كان يجب أن يتم تسليحها في هذا الوضع الشائك. يعني الدول كانت ترى أنه خاصة في دول الخليج كانت ترى الخلاص من الأسد هو الهدف الأول، اليوم أصبحت ترى أنه الخلاص من الأسد ووجود تنظيمات القاعدة خطر يهددها. أيضا الدويتش فيلا بتشير إلى أنه مصر أصبحت كابوس لتونس، وأنه حركة النهضة وحزبها الحاكم في وضع لا تحسد عليه، وتحاول بشتى الطرق الخروج من سيناريو التكرار ما حدث في مصر بمحاولة وجود إجماع وطني على حكومة جديدة ودستور جديد. هيبتدوا يقولوا في تونس بقى أن تونس مش مصر، مش زي ما احنا كنا دايما بنقول هنا مصر مش تونس.